مثل ما شفتوا أمامكم بالفيديو أحد المتابعين دز لي هذا الدرس وقال شلون ضربنا الثلاثة بالخمسة وطلعنا المقام وجمعنا الثلاثة بالخمسة وطلعنا البسط. العملية شلون صارت؟ هي أول شيء عند جمع الكسور الاعتيادية لابد من توحيد المقامات. هو سوى بالفيديو يعني اختصر هاي العملية اللي هي نطلع عوامل ثلاثة وعوامل خمسة. العامل المشترك اللي طلع بيناتهم هو الـ15. لازم شو نسوي؟ هذه نضربها بخمسة حتى تصير 15، وأيضا نضرب البسط بخمسة، وهذا نضربه بثلاثة حتى تصير 15، ونضرب البسط أيضا بثلاثة. هو اختصر هاي العملية كلها. فايش طلع الناتج؟ طلع الناتج 5 + 3 = 8، وخمسة في ثلاثة وثلاثة في خمسة تساوي 15. طبعا أنوه على اللي شفتوه في الفيديو، مو دائما نسوي إذا كانت البسط واحد، إذا كانت البسوط واحد فقط، إذا كانت أكثر من واحد ما تصير هذه العملية اللي شفناها. هسه هذا أنت عليك تطلع لي الناتج.